مرحبا بكم مع حكيمة بلاصيما. كيما راكو تشوفو قطعنا طوماطيش دي غونتيل شوية كبار ودرنا ربع ريسان تاع الثوم، وانا هنا ها الطوماطيش بسم الله رانا حين نديرو قيس ربع مغارف تاع الزيت. ونقولكم الطوماطيش هادي تناسب في فصل الصيف، وراني حنقليها غير على نار هادية. وبالنسبة للتوابل رانا حين نديرو لها غير فلفل الكحل والملح. بسم الله كيما راكو تشوفو راني حندير لها غير شويه تاع ملح، ونزيدو نديرو لها فلفل الكحل، يعني غير هاد التوابل واحد اللي راح يدخل غير فلفل الكحل. شوفوا حنا بسم الله هذيك الطوماطيش كي كانت على نار هاديه كيفاش تلقت روحها، وانا هنا راني حنوريكم واش راح نزيدو نديرو لهاد الطوماطيش. بسم الله انا هنا وجدت زوج حبات بيض وما نخبطهمش، ورانا رايحين نديرهم فوق الطوماطيش تاعنا ونوريكم هالطوماطيش حاضره في صحن التقديم. هاي الطبق تاعنا اليوم طوماطيش مقليه بالبيض، ونقولكم هالطوماطيش يعني وجبه خفيفه وسريعه للتحضير. رانا مقبلين على شهر الصيف ان شاء الله، تقدروا تحضروها العائله تاعكم ولا درتوها ان شاء الله تاكلوها بالصحه، وما بقى لي غير نقولكم في امان الله.